أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك عايز تعمل مشروع تركيب عطور وعايز تعرف إيه هي الأدوات المطلوبة لتركيب العطور. كتير من الشباب وكتير من الناس بيسألوني بيقولوا عايزين نعرف إيه هي الأدوات بالتفصيل المطلوبة لتركيب العطور. الأدوات سهلة وبسيطة جدا ومتوفرة وغير مكلفة بالمرة. حضراتكم يعني الحاجات سهلة وبسيطة، وزي ما قلنا قبل كده ان تركيب العطور على اساس تعرف ايه هي الادوات، فلابد تكون عارف امرين مهمين. الامر الاول، انت حضرتك بتستخدم او بيكون شغلك كله مركز على الزيوت العطرية لان تمنها غالي، ودي هي اللي حضرتك ممكن يعني بتاخدها بالحجم او بالوزن، فلابد تكون مركز على الكمية بالضبط اللي هتاخدها على اساس تضيفها على زجاجة العطر اللي عندك. فحضراتكم ده الامر الاول، يعني معرفة كمية الزيت العطري اللي هتضيفه على الزجاجة. تاني حاجة، لابد تكون عارف حجم الازازة اللي عندك، يعني حجم الزجاجة اللي عندك اللي انت هتعبيها تكون عارف حجمها كم بالضبط، سواء كان 30 او 50 او 70 ملي او 100 ملي او اكتر من 100 ملي، حضرتك تكون عارف. يبقى لابد يكون عند حضرتك الادوات والاجهزة اللي هتقدر تقيس بيها الحجوم او الاوزان. على بركة الله هنبدأ. بنقول على اساس يلا الشباب عايز تبدأ المشروع هتجهز ايه؟ حاجات بسيطة جدا. احنا قلنا معرفة كمية الزيت العطري. طب هعرفه ازاي؟ عندك طريقتين تعرف بقى كمية الزيت العطري، اما تعرفه بالحجم، يعني تاخده بالسنتيمتر مكعب او ما يعادل الملي لتر، هتاخده بالملي لتر بالملي لتر، او هتاخده بالوزن. طيب لو هتاخده بالوزن حضرتك بتحتاج ميزان رقمي، يعني ميزان الكتروني او ميزان كهربائي، وبتستخدمه اللي هو الميزان بيبدأ يقيس لك او يوزن لك بالجرام. وحضرتك انا ما بفضلش الطريقه دي لان يعني توزن يعني بيكون فيها صعوبه نوعا ما، ولكن اخذ العطور بالحجم بيكون اسهل واسرع ويعني غير متعب بالمره. فحضراتكم على اساس عايز يعني ناخد الكميه المطلوبه من الزيت العطري، فايه الادوات المطلوبه؟ انا عندي هنا ده مخبار مدرج، وانا هوريه يعني حضراتكم تشوفوه بالتفصيل على اساس كل واحد يعرف. ده مخبار حجمه 10 ملي، 10 ملي لتر، مخبار 10 ملي لتر. الثاني ده مخبار حجمه 25 ملي لتر، 25 ملي لتر. والحاجات دي متوفرة في أي مركز لبيع الأدوات والمعامل الطبية الخاصة بالجامعات زي كلية الطب وكلية العلوم وكلية الزراعة وكلية الطب البيطري، كل وكلية الصيدلة بيبقى في يعني أماكن لبيع الأدوات والأجهزة الخاصة بهذه الكليات، ممكن تلاقي الحاجات دي فيها. مخبار يعني اللي هي أدوات تجهيز المعامل، مخبار مدرج يا إما مخبار 10 ملي يا إما مخبار عندك اللي هو 25 ملي. فرضا حضرتك مش متوفر، مش يعني مش عارف توفر المخبار اللي هو 10 ملي أو 25 ملي، حضرتك بتجيب سرنجة عادية من أي صيدلية بشرية، سرنجة 20 ملي، سرنجة 20 ملي، دي سرنجة بلاستيك أهي 20 ملي. بتشيل الإبرة اللي هي الرفيعة اللي هي العادية بتاعتها، وبتستبدلها بالإبرة اللي هي الأوتومايزر، بتشتريه من محل بيع العطور، وبتبدأ ترفع السن اللي هو الإبرة، وبتركب الإبرة اللي هي الأوتومايزر الخاص بسحب العطور. يبقى السرنجة 20 اللي هي سرنجة بلاستيك 20 ملي يركب عليها سن اوتومايزر لسحب العطور بديل للمخبار المدرج،
بديل للمخبار المدرج. دي تمنها رخيص ومتوفر، يعني دي تمنها رخيص جدا ومش في اي مشكلة فيها. طيب حضراتكم عايز اشتغل بحاجة تكون يعني تدوم معايا فترة طويلة يعني، او هشتغل بها كميات كبيرة، يبقى يفضل ان انا اشتري سرنجة خاصة، سرنجة زجاجية، سرنجة زجاجية. دي بتكون سرنجة متينة، وبرضو بتيجي هذه السرنجة دي بتيجي من محل الصيدليات، بس دي يعني للأمانة متوفرة في الصيدليات البيطرية، عشان يعني الأساس حد يسأل دي بتتباع فين؟ في الصيدليات البيطرية. اسمها مسدس حقن، اسمها مسدس حقن. حضراتكم يعني الفكرة ان دي غالية تمنها، يعني انا بالمصري 120 جنيه، انما دي في حدود يعني 5 جنيه او 10 جنيه طبعا غير الاتومايزر. وبتجيب السرنجة اللي هي الخاصة او مسدس الحقن اللي هو الزجاجي ده، ده بتحمل الشغل وله يعني حاجة زي اولسيد بيتغير، لو تلف الأولسيد اللي جوه او الجوان اللي هو موجود داخل يد الحقن بيتبدله، وبتشتري اتومايزر من اي محل بيع عطور وبيتركبه في مقدمة الايه، في مقدمة السرنجة، بتبدأ تربطه في مقدمة السرنجة، بيكون عندك بالشكل ده، يبقى دي سرنجة او بيسموه سادس حقن او سرنجة من النوع الغالي اللي تستحمل الشغل العالي. يبقى احنا عرفنا ازاي ان احنا نسحب كمية الزيت العطري، واحنا اتفقنا هنسحبه بالحجم اسهل من سحبان كمية الزيت العطري بالوزن. بعد كده يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة لازم لك مضخة لتعبئة الكحول، دي مضخة بلاستيك او عبوة بلاستيك، يعني هي بتوع محلات العطور عارفينها، بتقول انا عايز حاجة اعبي بيها الكحول، بيديك غراب للكحول او مضخة لتعبئة كحول القصير، وبتبدأ تملاها بكحول القصير وتبدأ تعبي بيها الزجاجة، يبقى دي تاني حاجة. تالت حاجة اللي هتعوزها، بتعوز يعني حاجة تحط فيها زي قطارة المثبتات اللي عندك، وقطارة تانية بتحط فيها او بتضع فيها الماء الايه المقطر. لو ما غير متوفر هذه النوعية من القطارات دي، بتبدأ تشتري مقصات من اي صيدلية، مقصة بلاستيك، مقصة بلاستيك، مقصة دي، والمقصة دي حجمها 3 ملي، حجمها 3 ملي، تبدأ تسحب اي كمية من المثبت او اي كمية من الماء المقطر اللي حضرتك عايزه. طيب بحتاج ايه بعد كده؟ بحتاج سرنجة من اللي هي العشرين ملي، مركب عليها خرطوم ومثبت في المقدمة، بحيث ان هذه السرنجة برضو نفس السرنجة دي كده ممكن اعبي بيها الزيوت الزجاجات اللي هي مغلقة، يعني اذا في زجاجات الاوتومايزر بتاعها او البخاخه بتاعها غير قابل انه يتفك، فممكن اعبي بيهم العطر، اعبي العطر وادخل العطر داخل هذه الزجاجات باستخدام هذه السرنجات. بتكون يعني حضرتك بتعملها على ايدك، واحنا في فيديو على القناه موضح ازاي تعمل سرنجه تعبي بيها العطر داخل الزجاجه المغلقه او المقفوله اللي هي غير قابله للفك. طيب بعوز ايه تاني او بحتاج ايه تاني؟ بحتاج سرنجة، السرنجة دي حجمها كام؟ 50 ملي، 50 ملي، بتيجي برضو من اي صيدلية بطارية او بشرية، والسرنجة دي ممكن حضراتكم بيسموها سرنجة قسطرة، وباخدها يعني لو انا ما عرفتش حجم اي ازازة عندي، حجم ازازة معين مثلا مش عارفه، بعبرها بالمية واشوف الحجم الازازة اللي عندي دي خدت كام من المية، يبقى انا عرفت الحجم الازازة دي حجمها كام بالتفصيل. دي بديل لتقدير الحجم. ما عنديش دي، ممكن
ابدا يعني اعرف حجم الزجاجه اللي عندي بكاس مدرج عندي، ده الكاس دوت مدرج من 50 مللي الى 250 مللي. في اقماع على اساس ممكن تسهل عمليه التعبئه مش موجوده، ممكن تعبي فيه الزجاجه مباشره، او دورق لاذابه العطر يكون صغير او كبير على حسب حجم كميه العطر اللي حضرتك هتبدا يعني تعبيها في الزجاجه، وبتقلب وبتبدا تدوب الايه العطر في الكاس اللي عندك بواسطه مقلب زجاجي. الناس اللي عندها امكانيات بتجيب حاجه اسمها الانترلاب للجهاز اللي هو جهاز الاذابه الكهربائي، وده بيبقى في محلات العطور الكبرى، وده بيكون فكرته ان فيه بيدور بي يعني فيه قطعتين من المغناطيس، قطعه بتتحط داخل الكاس وقطعه بتكون موجوده في الجهاز، فبتدور القطعه اللي هي في قاعده الجهاز بتدور معاها البليه او القطعه المغناطيسيه اللي موجوده داخل العطر وبتبدا تدوب العطر. حضراتكم لازم لي ايه تاني؟ لازم لي زجاجات للتعبئه، يا اما اذا كنت هعبي مباشر في بستخدم زجاجات 2 يعني 2 مللي او 3 مللي او 1 مللي على حسب حجم الزجاجه اللي عندي، بيسموها ازازه بليه، ودي للاستخدام مباشره. ببدا استخدم هذه الزجاجه وببدا اضعها على رسغ اليد كده وبتبدا تستخدمها مباشره، ده للزيت العطري المباشر. وبستخدم او بجيب اي زجاجات عندي على حسب نوعها، بدءا من العبوات اللي هي يعني مستريحه في الثمن، الاغلى الاغلى ثم الاغلى على حسب امكانيات العميل اللي حضرتك بتعمل له العبوه يعني، وبتجهز حالك. وكل الموضوع بسيط، كل الفكره بس يكون عندك بس يا مخبار مدرج يا سرنجه وحاجه تعبي بيها كحول الاسايل، وحاجه تعاير بيها اللي هو عندك المثبت، او بتعاير بيها الماء الايه المقطر وحضرتك بالصنه. ده كل الموضوع في الادوات والحاجات المطلوبه لتصنيع العطور في المنزل او في محل، بس يكون على قد اللي المحلات بتعوز تجهيزات ثانيه وتجهيزات عاليه وتكلفه عاليه، على اساس المحلات بتكون يعني بصفه تجاريه بتحتاج يعني فلوس اكتر من تجهيز المنزل. ده الحاجات المطلوبه باختصار شديد جدا. هحتاج ايه في المنزل؟ هحتاج مخبار مدرج، هحتاج سرنجه مدرجه ايا كان نوعها سواء من الرخيصه او من الغاليه هحتاج عندي مضخه تعبئه الكحول، قطاره لتعبئه المثبت، قطاره لتعبئه الماء المقطر، وبعدين عندي مصات وحاجات ممكن اعاير بيها حجم الزجاجات. ده كان موضوعي اليوم، تحياتي لكم، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.